السلام عليكم. إسرائيل تمكنت من الدخول إلى وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك من خلال عملية عسكرية لم يتوقعها الكثيرون. العملية جاءت في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم، وذلك من خلال الأوساط الإسرائيلية هي التي تحدثت عن هذه المسألة، مثل جيروزلم بوست، كذلك إسرائيل وور روم، وأيضا موقع أكسيوس الأمريكي. وبدأ الأمر بالنسبة للجانب الإسرائيلي بضربات عنيفة للغاية على مدينة رفح، كبيرة للغاية، ضربت العديد من النقاط السكنية وغيرها، وهي جاءت بعد تصريحات صادرة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قال ببساطة بأنه يريد اقتحام مدينة رفح، وكذلك بأنه وضع خطة لإخراج المدنيين من هذه المنطقة. وبالتالي بدت وكأن إسرائيل بدأت بعملية الاقتحام لمدينة رفح بالكامل، ولكن في حقيقة الأمر كانت هنالك خطة خلف هذا أو هذه القرارات أو التصريحات التي صدرت من بنيامين نتنياهو. فما تحدثت عنه الأوساط الإسرائيلية بأن الشباك الإسرائيلي كان يتابع رهينتين من الرهائن الإسرائيلية التي تمكنت الفصائل الفلسطينية من احتجازهم في عملية 7 أكتوبر من العام الماضي، ووجدوا بأن هذه الرهينتين هي موجودة وسط مدينة رفح، وهم موجودين في إحدى المباني السكنية وسط مدينة رفح في الطابق الثاني تحديدا، وأن هذا المبنى هو تحت الرقابة والسيطرة من قبل الفصائل الفلسطينية. وعلى هذا الأساس هم قاموا باستخدام عملائهم من الشباك المتواجدين في هذه المدينة، بالإضافة أيضا إلى اللواء 7 الإسرائيلي، وكذلك لوحدة خاصة، وحدة خاصة من وحدات شيطيت 13. هذه الوحدة هي تابعة للبحرية الإسرائيلية وتعتبر من أهم الوحدات الخاصة وأفضل الوحدات الخاصة على مستوى العالم، هي التي شاركت في هذه العملية. بالتالي نحن أمام عملية شاركت بها البحرية الإسرائيلية، وكذلك سلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك القوات البرية الإسرائيلية مرة واحدة. وعلى هذا الأساس بدأ الضربات عنيفة من قبل الجانب الإسرائيلي على العديد من النقاط الخاصة بالفصائل الفلسطينية، وبالتالي غطاء ناري كبير للغاية يجعل بطبيعة الحال الفصائل الفلسطينية أن تذهب إلى مخابئها، أن تذهب إلى الأنفاق، وبالتالي التواجد على الأرض يصبح قليلا. وهنا كانت المفاجأة بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي قام بعملية التسلل بقواته الخاصة التي تحدثنا عنها، أو حتى هم من الممكن أن يكونوا قد قاموا بعملية إنزال في هذه المنطقة بالقرب من المبنى الذي نتحدث عنه والمستهدف بالنسبة لهم، وتمكنوا في نهاية المطاف من إنقاذ الرهينتين دون أي خسائر، عدا أحد الجنود الإسرائيليين هو الذي تعرض إلى جروح طفيفة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ هؤلاء الرهائن، أخرجوهم إلى نقطة معينة، وبعد ذلك تمكنت بمروحية إسرائيلية طبعا من سحبهم وجرهم من هذه المنطقة ونقلهم مباشرة إلى العمق الإسرائيلي. والعملية كانت ناجحة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، بل أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تكتفي فقط بهذا الإعلان، وإنما نشرت صورة لهذه الوحدة الخاصة والقوات الخاصة الإسرائيلية التابعة للبحرية الإسرائيلية، وهي تدخل إلى هذا المبنى بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. لاحظ مبنى يشتعل هنا، وهم اقتحموا هذا المبنى على ما يبدو، هنالك مبنى مجاور أيضا، وهذه هي المروحية التي كانت اللحظات الأولى لها وهي تهبط بهذا الشكل، وبعد أن نجحوا بعملية إنقاذ هؤلاء الرهائن الذين نتحدث عنهم. ودعونا نتأكد من الصورة القادمة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، هل فعلا نحن في رفح؟ وأين هذا هو المبنى؟ هل هو فعلا وسط مدينة رفح؟ وبالتالي إذا ما أخذنا عددا من العلامات المهمة لهذه المنطقة، ستلاحظ بأننا أمام شارع بهذا الاتجاه وكذلك إلى الغرب أيضا، وسنلاحظ أن هذا المبنى تتواجد فيه نوع من الصناديق أو الخزانات موجودة على سطح هذا المبنى، وأيضا هنالك شكل مميز للمبنى الذي نراه والذي تركز عليه الطائرة في عملية الرقابة، والذي توجهت إليه طبعا القوات الإسرائيلية هنا، وأيضا هنا شكل هندسي مميز لهذا المبنى الجانبي. تلاحظ أيضا بأننا أمام بيوت زجاجية هنا وبيوت زجاجية هنا، وبأنها ليست متوازية نوعا ما، هنالك نوع من الانحراف بين هذه البيوت الزجاجية، بالتالي هذا سيساعدنا للتأكيد والتأكد من أن هذا الموقع فعلا جاء في رفح ووسط رفح كما تحدث الجانب الإسرائيلي. لنتجه إلى القمر الصناعي الآن وسنجد فعلا هذه مدينة رفح، هنا جمهورية مصر العربية، ولنتجه إلى وسط مدينة رفح وستجد نفس العلامات متطابقة تماما مع هذه المباني والبيوت الزجاجية التي نراها هنا. دعونا نأخذ صورة أكبر
لهذه أو لهذا القمر الصناعي، وسنحاول أن نأخذ هنا لونا مختلفا لكي نتأكد من كل شيء. هذه هي نفس الطرق التي رأيناها، هذه الخزانات أو الصناديق قد تكون نوعا ما الموجودة على سطح هذا المبنى، وهذا هو الشكل الهندسي الأول لهذا المبنى، وهذا الشكل الهندسي الثاني للمبنى الآخر. بيوت زجاجية بيوت زجاجية، وترى بأنها ليست متوازية، لا تأتي متوازية خاصة عند النهاية كما هو واضح في الصورة القادمة من القمر الصناعي. وهذا يؤكد فعلا أن إسرائيل وأن القوات الخاصة الإسرائيلية كانت موجودة هنا ودخلت إلى هذا المبنى، ويبدو أن هذا المبنى هو المبنى المقصود، لأن الطائرات كانت تراقب، الطائرات الحربية الخاصة بإسرائيل أو حتى المسيرة كانت تراقب هذا المبنى. ممكن جدا أن يكون هذا المبنى هو الذي كانت تتواجد فيه الرهائن الإسرائيلية، ولكن في نهاية المطاف القوات الخاصة الإسرائيلية كانت تعمل وسط مدينة رفح تحت هذا الغطاء الناري الكبير للغاية. وطبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي كشف تقريبا كل شيء عن هذه العملية، حتى صور الرهائن الذين قاموا بإنقاذهم وأظهروهم طبعا بهذا الشكل مع عائلاتهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفيديوهات كاملة لطبيعة وصولهم إلى إسرائيل ونجاتهم مما جرى، ومن وسط مدينة رفح الذي تتواجد فيه 4 كتائب من كتائب الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وبدأ الأمر كنصر كبير ومعنوي ومهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي في الحرب في قطاع غزة، وهم سبق لهم أن نفذوا مثل هذه العملية قبل أشهر قليلة عندما بدأت الحرب في قطاع غزة، عندما قاموا بإنقاذ هذه المجندة الإسرائيلية، عندما قاموا بهجوم على شمال قطاع غزة أيضا في مدينة غزة. ولكن أيضا في نفس الوقت موقع أكسيوس الأمريكي أوضح بأن ليست كل هذه العمليات ناجحة. هو الذي ذكر اليوم بهذا الشكل بأن قبل شهرين كانت هنالك عملية خاصة بإسرائيل بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وفشلت هذه العملية، ولم يوضح طبيعة الخسائر التي تعرضت لها إسرائيل. أيضا في نفس الوقت نتذكر تماما بأن الفصائل الفلسطينية حركة حماس أصدرت بيانا في العديد من المرات بأن جراء القصف الإسرائيلي كان هنالك قتلى بين الأسرى الإسرائيليين، وحتى إسرائيل قد أصدرت بيانا سابقا أيضا في الأسابيع القليلة الماضية بأنها قتلت بالخطأ عددا من الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي هنالك إخفاقات، ولكن هنالك نجاح ونجاح كبير في هذه العملية التي نتحدث عنها وفي توقيتات حساسة للغاية. المشكلة هنا بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأنه لكي ينفذ هذه العملية قام بعملية قتل 164 من الضحايا من المواطنين الفلسطينيين و200 جريح أيضا من أجل تنفيذ هذه العملية، وهذا هو الذي جعل وزارة الصحة في غزة أن تعتبر بأن هذه مجزرة كاملة من أجل إنقاذ عنصرين من الرهائن الإسرائيلية. وهذه المسألة خطيرة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. لماذا؟ لأن بنيامين نتنياهو قال بشكل واضح بأنه يريد التقدم إلى مدينة رفح، ومثل هذا القصف العنيف إن كان مدفعيا أو بالطائرات المسيرة أو غيرها فهو يؤدي في نهاية المطاف بالمدنيين المتواجدين هنا. 80% من المدنيين من قطاع غزة أصبحوا موجودين في مدينة رفح، أكثر من 1.2 مليون إنسان من المدنيين الأبرياء متواجدين هنا بسبب هذه الضربات، بسبب هذه الأعداد الكبيرة التي نتحدث عنها من القتلى. سيدفع في نهاية المطاف هؤلاء المدنيين للانسحاب طبعا أو حتى أن يكون هنالك نزوحا قسريا باتجاه جمهورية مصر العربية، تحديدا باتجاه سيناء، وهذا هو الذي يفتح الباب طبعا أن يتم إخلاء هذه المنطقة من المدنيين، وكل ما سيتبقى هي 4 كتائب من الفصائل الفلسطينية من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى متواجدة تدافع عن هذه المدينة، وبالتالي يتم إخلاؤها من المدنيين. وهنا إسرائيل تتهيأ للتقدم مباشرة لمدينة رفح، وإسرائيل تبدو وكأنها تعد بشكل كبير من أجل السيطرة على مدينة رفح ومهاجمتها، خاصة وأنها بدأت منذ صباح هذا اليوم بالهجوم على عبسان الكبيرة، حيث لا زالت هنالك فصائل فلسطينية متواجدة تسيطر على هذه المنطقة، دخلوا في عملية اشتباكات كبيرة معهم. وكذلك في نفس الوقت أن إسرائيل تقريبا أتمت وأكملت السيطرة على مدينة خان يونس، وهذه كلها مسائل واضحة جدا أن إسرائيل تريد أن تؤمن خان يونس، تؤمن الخطوط الدفاعية الخاصة بها مع تقدمها
بهذا الاتجاه في هذه المناطق التي نراها التي حولتها إلى منطقة آمنة تقريبا من أجل التقدم باتجاه مدينة رفح. وهنالك يجب أن ننتبه بأن هذه المعركة بالنسبة للفصائل الفلسطينية إن ما تم هذا السيناريو وتقدمت إسرائيل باتجاه رفح فإنها معركة حياة أو موت بالنسبة لهذه الفصائل الفلسطينية. وهذا يعني بأن إسرائيل عليها أن تتوقع الكثير من الخسائر من قبل الفصائل الفلسطينية هذه المرة مقارنة بأي معركة، وهذه المعركة ممكن أن تكون هي الأكثر دموية على الإطلاق من كل المعارك التي شهدناها داخل قطاع غزة. وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة السيطرة الإسرائيلية في خان يونس كان هنالك تحديثا لخرائط الوور مابر، الصورة الأخيرة التي صدرت منهم أو القبلة الأخيرة تقريبا في 30 يناير الماضي كانت بهذا الشكل. لاحظ الآن في 24 ساعة الماضية تغيرت هنا، وهنالك تقدم واضح بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وكذلك تقدم باتجاه عبسان الكبيرة هنا، وأيضا هنالك اقتحام بهذا الاتجاه. بالتالي إسرائيل بدأت تتقدم بشكل خطير وخطير للغاية. الجانب المصري لم يتوقف، لم يسكت أبدا من كل ما يجري، لأن التقدم باتجاه رفح هو يشكل خطرا على جمهورية مصر العربية من وجهة نظرها. فبوليتيكو كانت قد نشرت في 24 ساعة الماضية بأن مسؤولين مصريين وحتى مسؤولين غربيين مطلعين أكدوا بأن جمهورية مصر العربية أوصلت لإسرائيل وهددت إسرائيل بأنها ستقوم بتجميد اتفاقية كامب ديفيد، الاتفاقية التي وقعت في 17 سبتمبر من عام 1978 بحضور طبعا السادات ومناحيم بيغن، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر هو الذي رعى هذه المسألة في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن. وهذه تعتبر الاتفاقية هي حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي الذي شهدته المنطقة، وطبعا استقرار نتحدث عنه لما يقارب النصف قرن بسبب هذه الاتفاقية. والاتفاقية في الفقرة الثانية من اتفاقية كامب ديفيد نشرت طبيعة الانتشار أو الحدود النهائية للانتشار العسكري في سيناء تحديدا وحتى على مستوى العمق الإسرائيلي، ووضعت عددا من الخطوط كما نلاحظ هنا، وقسمت المنطقة إلى 4 مناطق: منطقة ألف، منطقة باء، منطقة جيم، ومنطقة دال. ولاحظ هنا في سيناء بالنسبة للانتشار المصري بحسب هذه الاتفاقية ما تحدثت عنه هي أن هنالك في حقيقة الأمر في المنطقة ألف هنالك 22,000 جنديا مصري، نتحدث عن فرقة مشاة مع تجهيزاتهم العسكرية. وأما في المنطقة باء تصبح الأمور أقل بالنسبة للتواجد المصري. في المنطقة باء ببساطة هنالك 4 كتائب من الجيش المصري مع أسلحة خفيفة ومركبات، وكذلك الشرطة المصرية موجودة في هذه المنطقة. وفي المنطقة جيم فقط الشرطة المصرية هي موجودة في هذه النقطة، ولكن هنالك قوات دولية متعددة الجنسيات تتواجد في هذه المنطقة. أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي في المنطقة دال فعملية وجودهم هنا وانتشارهم هي عبارة عن انتشار محدود، 4,000 جندي إسرائيلي، لا دبابات ولا مدفعية مسموحة بالتواجد في هذه المنطقة. وكذلك أن هنالك أيضا قوات دولية هي التي تراقب من الأمم المتحدة، ترصد ما يجري على الحدود بهذا الشكل. بالتالي ليس هنالك انتشار من أي طرف على هذه الحدود الممتدة على مسافة ما يقارب 200 كيلومتر، وبالتالي لا خطط ولا مفاجآت ولا عملية مباغتة بين الطرفين وهدأت الأمور. لكن الآن الجانب الإسرائيلي وما يجري معه هو أنه يحشد باتجاه رفح، والتحشيد باتجاه رفح يعني تغيير أعداد الجنود الإسرائيليين والمعدات الإسرائيلية. ستكون هنالك معدات ثقيلة تتواجد هنا، وهذا مخالف تماما لاتفاقية كامب ديفيد. وبالتالي جمهورية مصر العربية هنا تقول بأن الوضع يتغير مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد، وعلى هذا الأساس سنجمد هذه الاتفاقية. ببساطة هذا سيعني بالنسبة للجانب المصري بأنه سيزيد من عملية وجوده العسكري وآلياته الثقيلة في هذه المنطقة في الحدود مع إسرائيل، مما يعيد التوتر الإقليمي بشكل أكبر في الفترة القادمة إن ما بدأ بنيامين نتنياهو بالتقدم باتجاه مدينة رفح. وفعلا الأنباء جاءت ببساطة في 48 ساعة الماضية لتؤكد بأن هنالك انتشارا ل40 دبابة من مصر باتجاه قطاع غزة تحسبا لعملية الهجوم على مدينة رفح والنزوح القسري الذي ممكن أن يجري بسبب هذه العملية. وكذلك مصادر أخرى قد نشرت صورا ولقطات للمنظومات الدفاعية الجوية الخاصة بجمهورية مصر العربية، نتحدث عن
75 التي ترونها هنا من صواريخ حسام، كما تلاحظون S-75 هي التي تحركت في هذه المنطقة باتجاه قطاع غزة. بالتالي طبيعة التسليح ووضع الانتشار من الحدود من الفقرة الثانية من اتفاقية كامب ديفيد قد تغيرت تماما، وهذا يوضح أن الأمور ليست سهلة أبدا، معقدة للغاية، عملية معقدة إسرائيلية ناجحة بشكل كبير بالنسبة للجانب الإسرائيلي على المستوى الإعلامي. ولكن ما الذي سيجري يا ترى؟ وما مصير هذه المنطقة واتفاقية كامب ديفيد إنما بدأ الاقتحام الإسرائيلي فعلا باتجاه مدينة رفح؟